حال حنا توجهنا عند أشخاص اللي هما داروا هذا النظام وانخرطوا في نظام المقاول الذاتي، وكانت هذه هي الشهادات ديالهم بخصوص هذا النظام. المقاول الذاتي اختارت على حقش شفنا فيها بزاف ديال الأفق، كانت تسهل لنا طريقة تاع الخدمة ديال الكليان ديالنا، كانت تمكننا من أداء الفواتير ديالنا اللي كانت في اليوم صعيبة شوية باش نجيستيفيو الخدمة ديالنا مع الناس، لحقاش تتكون معاملة وقتية ولا من طريق الشيكات، كيخصها ضروري أننا نعطيوهم جيستيفيكاسيون على ود هادوك المونطون اللي كناخدو. المقاول الذاتي سهلت علينا المهمية، ولاو عندنا لي فاكتور ديالنا اللي كنعطيوهم للناس، سهلت لنا المعاملة ديالنا معاهم. في الأول كان شوية داك النظام مخربط شي شويه، ولكن من بعد الصلاح مثلا الخلاص ما كانش ممكن في الانترنت ديال الضرائب، من بعد ولا ممكن، سهل واحد العدد ديال المسائل. لي ديفيكولتي اللي تنلقاو في لو ستاتيو اونتربرونور، في الاول سورتو كان عندنا مشاكل ديال ما تيعرفوهمش الناس هاد لو ستاتيو، وملي تعطيهم اون فاكتور تجيهم غريبه ان ما فيهاش اطيبي علينا لو ستاتيو اي نون سوميا تو، ولهذا كدير لي فاكتور اور تاكس اللي ما فيهمش لا تيبي. كانوا الناس ما تعرفوش، ولكن دو بلوس اون بلوس كاينين بزاف دابا ديال لي زونتربرونور ولي فاكتور ديالهم ولاو مولفين بهم الناس وكلشي، والصراحه ما بقى لنا حتى شي مشكل بالنسبه للفاكتور. الحاجه اللي مزيانه بزاف هي انها كتعطيك ديك لا كريديبيليتي مع الكليان، كتكون موثوق منها وكيتعاملوا معاك الناس بسهوله، سواء كانوا دي بيرسون فيزيك اللي كتعامل مع شخص عادي ولا كتعامل مع شركات.